يا توتي، عاملين يا رب تكونوا كويسين. النهارده جايه لكم بطرد انا جبته، وهما طبعا كتب بتاعه حاجه انا كنت عاوزاها. زي ما قلت لكم ان انا بتعامل مع فينتد علشان يا اما اجيب الكتب اوكي ليا انا شخصيا، لان الكتب سعرها غالي من غير داعي اوكي، يا اما حتى الطلبة بتوع ذات نفسهم بخليهم يشتروا من فينتد الكتب بتاعه الكورس اوكي، لان زي ما قلت الناس بتشتري الكتب، بفتح الكتاب اهو، الناس بتشتري الكتب ما بتستخدمهاش، بتبيعها بسعر رخيص علشان الكتب بتشغل حيز اوكي. فهنفتح كده طبعا، ان انا مش معايا المقص النهارده اختفى. هنفتحه كده. طبعا الكتب دي انا كنت عاوزاها اوكي، زي ما احنا شايفين الكتب تعتبر، هي مش تعتبر، هي اصلا جديده، يعني هو الشخص ماشي تقريبا هو ذاكر، لا اعرف ان هو ذاكر اوكي، ومش مخطط فيهم ولا اي حاجة زي ما احنا شايفين. سعر الكتب دي لو جينا بصينا، كتاب سعره 26 وكتاب سعره 33، يعني لو جينا قلنا الاجمالي بتاعهم هيبقى 59 يورو، انا اخدتهم منه ب15 يورو اوكي، لان انا ما شفتش داعي الحقيقه ان 60 يورو والكتب زي ما قلت بتكون عند الناس، فاللي هو منفعه دي حاجه. الحاجه الثانيه اني انا اوكي جايبه لكم بقى المره دي، ليكوا انتوا جايبه لكم كتب بروجيتو ايطاليانو اوكي، والكتب هتوصل خلاص علشان تقدروا تشتروها من عندي من على البروفيلو بتاع فينتد. فاول ما الكتب تيجي هحط لكم اسم البروفيل برضه، او هحطهم لكم دلوقتي، وتقدروا تشتروا الكتاب. طبعا بما ان اول اردينا بيكون ببلاش، فانتوا هتدفعوا سعر الكتاب اللي هو هيكون 10 يورو بس كده. اشوفكم الفيديو الجاي، تشاو.